تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ما زلنا نتحدث عن التضامن والتكافل، وحديثنا اليوم عن المؤاخاة بين الأطفال والمجهول. حري بنا أن نستحضر هذه الأيام وفي هذه الظرفية العصيبة وهذه الظروف الاستثنائية بعض الصفحات المشرقة من حياة النبوة ومن حياة الصحابة ومن حياة الأنبياء والمرسلين. نستحضر الصفحات المشرقة، نستمد منها الطاقة ونستمد منها النور ونستمد منها الهداية. نقف اليوم مع واقع المؤاخاة التي وقعت بين الأنصار والمهاجرين، وذلك عقب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. هذا الحدث خلف عدة آثار، فهذه الرحلة نشأت عنها عدة مشكلات. أول شيء، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واجه أزمة كبيرة وكبيرة جدا، فكيف يمكن أن يواجه هذه الأزمة وما هي تجلياتها؟ ما يسمى الآن بتدبير الأزمات. أول مشكل هو أن الأعداد الكبيرة من المهاجرين تركوا أموالهم وتركوا ممتلكاتهم، فأهل مكة كانوا أهل تجارة، عندهم محلات تجارية وعندهم حوانيت وعندهم تبضع، تركوا كل الأموال وفروا بدينهم، فصاروا فقراء محتاجين. المشكل الثاني أنهم سيشعرون بالغربة بمفارقة الأهل والديار، غربة كبيرة، أنك تهاجر من منطقة إلى منطقة وتبتعد عن العائلة والأحباب، هذا مشكل كبير في الغربة. ثم مشكل آخر وهو الآثار الصحية التي تسبب فيها هذا الانتقال المفاجئ إلى بيئة أخرى، فمجموعة من الصحابة سوف يمرضون في الطريق لأنهم كانوا يسيرون أيام وليالي وأسابيع حفاة خائفين من مكر قريش، ويسير في الطرقات وفي الفيافي والشمس الحارة والظلام الدانس، مما أدى إلى ظهور الأمراض في صفوف الصحابة كالحمى وعدة أمراض نشأت عندهم. ثم لما وصلوا سيجدوا بأن الوضع الذي وصلوا إليه مختلف تماما عن وضعهم في مكة، الوضع المعيشي والوضع الاقتصادي الجديد. كل هذه الظروف تجمعت لتشكل ضغوطا نفسية كبيرة، ضغوط نفسي على الصحابة. ولكن في ظل الأزمات وفي ظل الضغوط لا بد أن نحدث شيئا يدخل الفرح والسرور إلى القلوب. النفس البشرية ضعيفة جدا، ويمكن أننا نتغلب عن الأزمات ونتغلب عن المشاكل بخلق شيء من الفرجة. الفرجة هي التي استقبل بها الأنصار إخوانهم المهاجرون، استقبلوهم بالدفوف واستقبلوهم بالزغاريد واستقبلوهم بالأناشيد. كانوا يقولون طلع البدر علينا من تنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. كلام جميل يستقبلون فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويقولون أيها المبعوث فينا
جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. قد لبست ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، صل يا ربي على من حل بخير البقاع. بدأت نساء الأنصار وبناتهم ينشدون تحت إيقاع الدفوف والزغاريد والأفراح والمسرات، لعل هذا الاستقبال الجميل يهدئ من روع المهاجرين ويخفف من وطأة الضغط النفسي عليهم. فعلا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفكر كيف يدبر هذه الأزمة. نحن الآن في زمن الكورونا نحيي دولتنا ونحيي المسؤولين في هذا البلد الأمين، فقد نجحوا وأبدعوا في تدبير هذه الأزمة، وضعوا لنا مجموعة من الاختيارات ومجموعة من التدابير ومجموعة من الإجراءات لكي ندبر هذه الأزمة ولكي نواجهها. هكذا فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا نفهم ماذا صنع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول خطوات النبي الكريم لما دخل إلى المدينة المباركة فكر أنه يقوم بوضع أسس بناء مسجد، المسجد اللي هو المؤسسة الدينية التي تدبر شؤون الدنيا أيضا، فكان مكان يتجمع فيه الأنصار والمهاجرون لكي يرتاحوا أولا قليلا ثم يتشاوروا فيما بينهم ويفكروا ما الذي ينبغي أن نقوم به. لم يكن هناك أيام زمان برلمان ولا مجلس مستشارين ولا أي قطاعات إدارية، المسجد كان هو الكل في الكل. فبعد مناقشة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقرار، هذا القرار هو أنه سوف يسن المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. المؤاخاة يعني خوت غادي يصيروا اللي هاجروا غادي يعودوا إخوان للأنصار والأنصار يعودوا إخوانهم. فتم التجمع في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وهي دار كبيرة. أنس بن مالك كان من كبار أهل البلد ورجل من أصحاب المال وأصحاب النفوذ وأصحاب الكلمة. تتجمع في داره، فتح أبوابها، وبعد مناقشات قاموا بما يسمى برابط التجمع بين الأنصار والمهاجرين، تقوم على أساس العقيدة وتحرص على أن تدوب جميع العصبيات والجاهليات القديمة. نحن نعلم بأن المجتمع الناشئ كان حديث عهد بالجاهلية، فالنبي الكريم أراد أن يطمس جميع العصبيات الجاهلية وتسقط فوارق النسب وفوارق اللون والانتماء إلى أي جهة أخرى، وأن يكون الانتماء أولا إلى العقيدة. يعني غنعود الكونت أزهو، يعني كل ما ركمناه من تصرفات إيديولوجية وتصورات ومفاهيم غريبة من صنع البشر في وضعية زمنية لابد أن نتخلص منها جميعا. كل الرواسب الذهنية التي كنا نفتخر بها وتخلق عصبية فيما بيننا ينبغي أن نتخلص من الجميع ونبدأ من الصفر، والبناء يكون على أساس متين. فكان البناء على أساس العقيدة التي توثق مشاعر الحب والمودة، وأيضا العقيدة التي فيها روح قوية للمواساة والعطاء بالمال والمتاع. فبدأ المجتمع المسلم الأول يتألف ويتقوى ليكون صفا واحدا. هذه المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين غايتها التضامن والتكافل والتآزر. لقد جمعت بين القوي والضعيف، وبين الغني والفقير، وبين الأبيض والأسود، وبين الحر والعبد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأخوة أن ينتصر على العصبية القبلية التي كانت تنخر في عقول ونفوس الناس، وجاءت الرابطة الإيمانية وحلت الأخوة الدينية. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس ويأمرهم بأن يتحاوروا
أخوين أخوين يتخاووا في الله، أخوين أخوين، فأخى بين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب، وأخى بين حمزة وزيد ابن حارثة، وصار هكذا يواخي بين فلان وفلان 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 حتى أخى بين كل الصحابة، ولم يبقى إلا علي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له النبي الكريم: أما ترضى يا علي أن أكون أخاك؟ قال: بلى يا رسول الله رضيت. فقال: أنت أخي في الدنيا والآخرة. هكذا وضع النبي الكريم اللبنة الأولى والدعامة الأساسية لمجتمع قوي متكافل فيه مودة وفيه رحمة ويتساوى أفراده في الإنسانية، بعيدا عن الأحقاد والضغائن وعن الطبقية التي كانت سائدة في الجاهلية. والاستقبال العظيم الذي خصه الأنصار للمهاجرين من قبائل الأوس والخزرج وغيرهم، ربنا سبحانه وتعالى سجله في كتابه العزيز. ماذا قال سبحانه؟ قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إنها شهادة ربانية بأن هذا المجتمع صار مجتمعا واحدا لم يعد فيه ضغائن ولا أحقاد، بل فيه الإيثار وفيه التعاون وفيه التآزر وفيه التضامن. تحول المهاجرون والأنصار إلى إخوة يؤازر بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا، مع العلم أنه من قبل كان هناك صراع. فهذه الوحدة وهذا التضامن وهذه المؤاخاة هي من أسباب العزة ومن أسباب القوة. ربنا عز وجل أراد أن يبني هذا المجتمع على أساس العزة والقوة، ليس على أساس أي شيء آخر. وهذا مصداق لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا امتدح القرآن الكريم هذه الأخوة الدينية بين الأنصار والمهاجرين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا لكي يبدأوا في التطبيق، اجتمعوا فقالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل والأشجار والكروم التي في البساتين. كان هناك مجموعة من البساتين. قال: هذه الممتلكات كلها الأراضي الفلاحية نقوم بقسمتها، يعني كأنها اشتراكية، اشتراكية بين الجميع. لكن المهاجرين قالوا: لا يا رسول الله، لا تقسم بيننا وبينهم، هذه ممتلكاتهم. فقالوا: إذا نتفق على شيء، تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة. فقالوا: سمعنا وأطعنا. فدروا اليد في اليد، ولو كلهم كيحرطوا حرط واحد وكيزرعوا زرع واحد، والغلة كيقسموها بينتهم بالسوية بالعدل. فكانت هذه اشتراكية إسلامية رائعة، ما فيها لا تنديد ولا تمرد ولا سفك دماء ولا صراع ولا أي شيء، بمحبة وطمأنينة. وكانوا دوما يقولون: سمعنا وأطعنا. ترتب عن هذه المؤاخاة تعاون مادي ورعاية اجتماعية، وكان فيها تزاور ومحبة وإيثار. ويسجل لنا التاريخ كيف أن الناس صاروا يرتقون حتى كانوا يصافحون الملائكة في السماء. هذه كلمة قالها مستشرق أمريكي، قال: لما اطلعت على سلوك الناس في هذه الزمان، في زمن الأزمة وزمن القلة، وجدت بأن الصحابة الأنصار والمهاجرون من القيم الإنسانية كادت الملائكة أن تنزل من السماء فتصافحهم على الطرقات. لماذا قال هذا المستشرق هذا الكلام؟ قاله لأنه ما سجله التاريخ
بصفحات من ذهب من سلوك الصحابة كان شيء لا يصدق. مثلا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، وقد كان في مكة من الأثرياء، كان عنده قوافل، كل قافلة عنده فيها مئات الجمال، لكنه ترك كل شيء وجاء إلى المدينة المنورة، لم يعد له أي شيء سوى لباسه الذي يستر به عورته. لما أخاه النبي صلى الله عليه وسلم، أخاه مع سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع كان رجل ذو مال حتى هو كان من الأثرياء، وكان عنده امرأتان. فلما أخاه مع عبد الرحمن بن عوف قال لي: يا أخي سعد، إني أكثر الأنصار مالا، فسوف أقسم مالي نصفين، لك النصف ولي النصف، وإن لي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسميها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. هذا كلام كبير جدا، صور أن في ظل الأزمة وظل الحاجة هذا الصحابي في الإطار غادي يعطي النصف ديال المال ديالو والنصف ديال السكنة ديالو، وعنده زوجتين، قال لي وحدة مطلقها، اللي عجبت منه مطلقها تستكمل عدتها وتزوجها أنت. هذا موقف شهم، لكن ما موقف عبد الرحمن بن عوف؟ واش قال لي أرى لي؟ لا، قال لي: بارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في بيتك. قال لي: لا حاجة لي في ذلك. قال لي: دلني على السوق، هل هناك سوق قريب منك؟ قال لي: نعم، هناك سوق اسمه سوق قينقاع. فقال لي: أعطيني درهمات سأذهب لكي أبيع وأشتري. فغدا عبد الرحمن وراح ولم يعد، وبقي أيام، فعاد إلى أخيه سعد بن الربيع وجاء ومعه أقطا وسمنا. فلما جاء قال لي: من هذا؟ قال لي: ذهبت إلى السوق، بعت واشتريت، وصرت كنروج المال، وقد صار المال عندي وفير، وشاطله الكثير من الأقط والسمن. الأقط حنا قلنا احنا الجبن، الجبن اللي كنستعملوها عادة مع الحليب، والسمن كان من المواد الضرورية للاستهلاك في ذلك البيئة. ثم غاب عليه واحد الأسبوع، فجاء وعليه أثر صفرة، يعني أثر عطر ديال بارفان. فتعجب، قال لي: ماذا حالك؟ قال لي: لقد تزوجت امرأة من الأنصار. يعني دغيا دغيا استطاع أنه يجمع المال ويبني أسرة أخرى. فلما سمع بذلك النبي الكريم جاء ليبارك له، قال لي: بارك الله لك يا عبد الرحمن بن عوف في زوجتك. قال لي: ماذا سقت إليها؟ أش أعطيتها من صدق؟ قال لي: أعطيتها وزن نواة من ذهب. قال لي: هل قمت بالوليمة؟ قال لي: لا، لم أولم. قال لي: إذن أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. هنا يالله بالتشريع الإسلامي كينزل. كان ديك الساعة الصحابة عندهم غير العقيدة والثبات على الموقف، وباقي مازالت الشريعات الإسلامية، هنا بدأت تتشرع. فشرع النبي الكريم الصداق اللي هو وزن نواة من ذهب، وشرع الوليمة، أولم ولو بشات. فسبحان الله العظيم، لاحظوا بأن عبد الرحمن بن عوف كان فيه عزة النفس وكان فيه النبل ولم يمد يده، وهذا ينبغي، هكذا صفة المؤمن. وبالمقابل سعد بن الربيع كان كريم وكان معطاء وكان جواد. طبعا هذه الصفة لم تكن فقط خاصة بعبد الرحمن بن عوف، بل هي خاصية شملت كل المهاجرين، كلهم كانوا يمكثون يسيرا في بيوت إخوانهم من الأنصار، ثم بشروا الأعمال كالذا الفلاحة، كالذا الكسب، كالذا الرعي، كل واحد درش عمل وكسبوا مالا، ثم اشتروا بيوتا لأنفسهم وتكلفوا بالنفقة على أنفسهم. أكثر من هذا، هذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا في فيما بينهم واحد الصفة ديال المؤاخاة، إلى درجة أنهم كانوا يتوارثون، إلى ما تشي واحد يتوارث وماتوا بعض الصحابة فكتب لهم التوارث، إلى أن جاءت آية نسخت التوارث بين المؤاخاة، فجاء قول الله تعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فيما بعد تنزل الآية باش تنسخ التوارث ما بين الأنصار والمهاجرين.
التوارث يكون فقط مع ذوي الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله تعالى. ما هي إلا مدة قليلة وشاعت بين المهاجرين والأنصار عواطف المحبة وعواطف الخير والبذل والعطاء والإيثار، وكانوا جسد واحد في السراء والضراء وفي الآلام والأمان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد لهم بالعفة. العفة كتلقى رجل منهم يغض بصره ولا لا يطمع في أي كلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها، يعني كانت ثقة تامة. المرأة إذا دخلت شي بيت من بيوت الأنصار رغم أن كاين الغربة، فبحال دخلت دار باها، يعني كاين الحماية الكاملة وكاين الحرص الكامل. هاد المؤاخاة غادي تنتشر وغتزيد حتى أنهم تكون نصيحة فيما بينهم. أحيانا كيكون شي ظروف ماشي هي هذيك في السلوكات العامة، تكون نصيحة. من بينهم مثلا حينما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء. سلمان الفارسي كان هو من فارس من الروم اللي هي مقابل الروم، وكان رجل نصيح. فلما صار أخا لأبي الدرداء، أبو الدرداء كان صحابي في المدينة وكان رجل معقول العبادة والطاعة وقيم الليل. دخل إلى بيته فوجد امرأة أبي الدرداء متبدلة، لقاها بأنها ملابسها غير سليمة وشكلها شاحب، فقال لها: يا أم الدرداء، ما لك على حالتك هذه؟ ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، إنه يصوم النهار ويقوم الليل ولا يقرب النساء. فتأثر سلمان وانتظر حتى أتى أبو الدرداء وقت الطعام، فقال له: يا أخي، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فتعجب أبو الدرداء من الكلام، فذهب إلى النبي الكريم وقصه عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك سلمان يا أبا الدرداء، صدقك سلمان يا أبا الدرداء. هكذا كان مبدأ الأنصار والمهاجرين، كانوا فيما بينهم يتناصحون وكانوا فيما بينهم يتعاونون، والنبي الكريم حفظ لهم هذا الفضل، وكان يدعو للأنصار ولأولادهم ولذرياتهم ولأزواجهم بالصلاح. كان يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار، واغفر لأزواج الأنصار ولذريري الأنصار، وظل دائما يدعو لهم بالبركة. حتى إن النبي الكريم بعد فتح مكة المكرمة آثر أن يبقى جالسا بين الأنصار، حتى إنه لما توفي أمر وأوصى بأن يدفن في المدينة بين الأنصار. كل هذا لأن الأنصار امتازوا بماذا؟ امتازوا بالمؤاخاة، امتازوا بالتضامن، امتازوا بالتكافل في اللحظة الحرجة التي كانوا فيها فقراء والمال قليل والطعام قليل والأمن قليل، اجتمعوا فيما بينهم وضعوا اليد في اليد. أيها الأحباب الكرام، هذه الصورة المشرقة من تاريخنا الإسلامي المجيد لابد أن نستلهمها في هذه الظرفية اللي احنا كنعيشوا أزمة كورونا، كنعيشوا على خطر هذا الفيروس الداهم الذي أصاب الاقتصاد بالضعف والهوان، وجعل الناس يدخلون بيوتهم ويبقون في عزلة في الحجر الصحي، وتعطلت مصالحهم. هناك أسر في وضعية مريحة من أهل الثراء وأهل اليسار، لكن هناك إخوانا لنا في وضعية صعبة للغاية، لا يجدون حتى الطعام ولا الشراب ولا يجدون مؤنتهم، وهم متعدد الأفراد. ليتنا أننا نقتدي بسنة الأنصار والمهاجرين: القوي منا يأخذ بيد أخيه الضعيف، ولتكن فيما بيننا مؤاخاة، كل واحد يعطي ولا يخشى الفقر. ونكون بهذا قد امتثلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسلمين فيما بينهم يتعاونون. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته،
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عز وجل عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هكذا كان يقول النبي الكريم من فوق المنبر، كان يقول: أيها الناس لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. وصايا من ذهب نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الظرفية العصيبة، وعلينا أن نخلق جوا من الفرح وجوا من الأنس رغم هذه الظروف الصعبة، لأن تؤثر في نفسية الكثير من الناس، يشعرون بنوع من الغم والهم والاكتئاب. لاحظوا بأن الأنصار حينما وجدوا هذه الظروف الصعبة كيف خففوا من وطأة هذا الضغط النفسي. خرجت نساء الأنصار وبناتهم وذراريهم بالدفوف والنواقيس، وصرنا يزغردن ويغنين ويقمن بصوت مرتفع: طلع البدر علينا من تنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. أيها الأحباب الكرام، نبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.